عملت في ذات السادة أتشرف اليوم بترخص مراسيم حفل تنصيب السيد محمد الهيدية الذي حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على أعمال الدار البيضاء. السيد والي الجديد من خيرة الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني، إذ سبق وأن تولى مجموعة من المسؤوليات بوزارة التشجير قبل أن يحظى ابتداء من سنة 2002 بالثقة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي عينه عاملا على عمالة صخرة مان، ثم واليا لجهة سادة حسين متونات مراكز سانسيت الحوض والجهة الشرقية، ثم الرباط سنة القنيطرة، ثم واليا لجهة طنجة تواد حسيمة ابتداء من سنة 2019. وإن على يقين تام أن السيد الوالي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاتضاع بمسؤوليات المناطة به. وأقتنم هذه المناسبة لأشيد بالعمل الذي قام به السيد سعيد مدوش قيل تتوليه المسؤولية على رأس ولاية الجهة، والتي أبان خلالها عن حس وطني عالي وكفاءة كبيرة في تدبير الشأن العام. حضرة السيدات والسادة، تكتسب التعيينات التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالموافقة السامية عليها في المجلس الوزاري المعقد 19 أكتوبر 2023 أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاءت فيه. فبلادنا تتطلع إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الريادية الدولية الكبرى آخرها نيلو المملكة شرف تنظيم كأس العالم سنة 2030 رفقة فتيلة من إسبانيا والبرتغال. وفي هذا السياق تتموقع جهة الدار البيضاء سطات كقطب اقتصادي رائد على المستوى الوطني يعول عليه كثيرا خلال المرحلة المقبلة من أجل إبراز المؤهلات الاقتصادية والحضارية التي تتوفر عليها المملكة، فهي جهة قدرات كبرى وجهة مؤهلات تنموية واعدة، وهي كذلك الجهة التي تضم أكبر عدد من ساكنة المملكة بقرابة 7 ملايين نسمة تمثل اليوم أزيد من 20% من ساكنة المغرب. ووفقا لهذا المنظور تعرض الجهة تنزيل عدد من البرامج التنموية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، منها أساسا برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي رصد له المبلغ 33.5 مليار درهم يوزعت على 240 مشروع. قد همت هذه الاتفاقيات إنجاز نظام حديث للنقل عبر توسيع خطوط الترامواي وإنجاز أخرى جديدة واعتماد نظام حافلات عالية الجودة، فضلا عن تهيئة الشبكة الطرقية وتنسيق تدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، كما شملت أيضا المجال الاجتماعي وذلك من خلال برامج مندمجة للتنمية الاجتماعية وإعادة تهيئة أحياء ناقصة التجهيز وبناء تجهيزات عمومية من أجل محاربة السكن غير اللائق وتهيئة البنية التحتية المتعلقة بالثقافة والرياضة والترفيه. هذا واستهدفت هذه الاتفاقيات تدمير مؤهلات الجهة عبر تأهيل الشرق الساحلي وتمويل برنامج التسويق والتنمية الترابية للجهة والحفاظ على التراث وتدمينه من أجل الرفع من جاذبية الجهة وطنيا ودوليا. وتنضاف إلى هذه الأوراق مشاريع وبرامج ذات أبعاد استراتيجية، سواء المرتبطة منها بسياسات عمومية وطنية أو بالمخطط التنموي للجهة من قبيل مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر، مشروع بناء مدينة المهن والكفاءات، برنامج تحسين البنية التحتية الطرقية بين الدار البيضاء والمواصل وتهيئة طرق الدار البيضاء والتي تضم مطار محمد الخامس الدولي، إحداث مناطق نشاط اقتصادي مخصصة لوحدات الإنتاج
المعرضة للخطر والتي تتطلب النحو، مشروع تهيئة مطرح جديد، برنامج حفاظ على التراث المعماري لمدينة الدار البيضاء، برنامج معالجة مبادئ آلية السقوط بالدار البيضاء الكبرى. هذا وبقدر ما ستساعد هذه المشاريع الكبرى على تدعيم الاندماج العصر الحضري والرفع من مستوى عيش المواطنات والمواطنين من جهة اقتصاديا واجتماعيا، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد الوقوف الميداني على إنجازها وفق الأهداف المسطرة. حضرات السيدات والسادة، إن مواصلة تأهيل هذه الجهة بما يثمن مكتسبات محققة ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والإشكالات التي لا زالت مطروحة، يتطلب كذلك إلى الأهمية اللازمة لعدد من الأوراش، منها أساساً حسن تزويد نظام التركيز الإداري الذي أرسى آليات تكرس الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق انتقائية البرامج والسياسات العمومية وتتبع تنفيذها، وكذا تعزيز الاستثمار عبر استحضار الدور الجوهري للولاة والعمال في تحريك الدينامية الاقتصادية المحلية. موقع الوالي كمسؤول ترابي يبقى أساسياً سواء في إطار الصلاحيات التي تم تفويضها له بشكل مباشر أو في إطار وظيفة تنسيق أنشطة المصالح اللامبالاة والسهر على حسن سيرها. ومما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على المصالح الترابية لوزارة الداخلية هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار حدامة جيدة في جميع جوانب التدبير اليومي والاستراتيجي والسعي لتحقيق صالح العام بكل التزام ومسؤولية. من أجل ذلك أدعو جميع مكونات السلطة الترابية من جهة إلى التحلي بحسن الإنصاف وتجسيد مبدأ الحر تجاه المواطنات والمواطنين والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وكذا القدرة على استشراف حاجيات والانتظارات ملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية. ولنا في هذا الصدد الثقة الكاملة في أداء رجال ونساء الإدارة الترابية وقدرتهم على مواجهة كل التحديات المطروحة ومن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها في عدد من الأوراق لخير دليل على ما يتمتعون به من روح المسؤولية في خدمة مصالح المواطنين وفق مقاربة قوامها الجدية والتفادي في العالم. ولا يسعنا في هذا الإطار سوى استحضار مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 29 جوز 2023، حيث أكد جلالته أن المغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل، واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. انتهى النقطة من الملف السادس. وبنفس الروح القائمة على الجدية في العمل أدعو المجالس المنتخبة إلى تكثيف الجهود والنهوض مختلف مسؤوليات الملقاة على عاتقهم، جاعلين خدمة المواطن محور كل سياسة تنموية محلية بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. ومن جهة أخرى تشكل المنظومة الأمنية الوطنية مصدر فخر لبلادنا من خلال النتائج الهامة التي يتم تحقيقها باستمرار. لذا وحفاظا على هذه النتائج يتعين على الجميع التجنب ومضاعفة جهود لمواجهة التحديات الأمنية القائمة، خاصة في ظل تنامي المخاطر الإرهابية وبروز مظاهر جديدة للجريمة كالجرائم السيبريانية، فضلا عن استغلال تظاهرات رياضية من أجل إثارة الشغب والمس بالنظام العام. من هذا المنطلق يبقى من اللازم إعادة التأكيد على أن مهمة الحفاظ على الأمن تعد مسؤولية جوهرية من صميم صلاحيات الولاة والعمال المقترن الظاهر الشريف سنة 1979، حيث تبقى السلطات الترابية ملزمة بإيلاء الجانب الأمني الأهمية اللازمة ضمن مهامها بتنسيق تام مع جميع المصالح الأمنية المختصة.
حضرة سيدات والسادة، أغتنم هذه المناسبة لأنوه بالجهود التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية هذه الجهة حتى تستجيب لتطلعات أبنائها، وأوهب بالجميع أن يمد يد المساعدة للوالي الجديد حتى تحظى هذه الجهة بالمزيد من الازدهار، كما أهيب برجال قوات عمومية من أمن وطني ودولة ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية لمواصلة الجهود والتجنب الدائم في سبيل خدمة الصالح العام. وفقنا الله لما في خالص الأعمال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحيده، سائلين الله عز وجل أن يبقي جلالته ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأن يقر عينه بولي عهد صاحب سمو الملك الأمير مولاي الحسن، وأن يشد عز جلالته بشقيقه صاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد أسرة الملك الجارية، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.